علاش نزيدوا برنامج جديد والبرنامج القديم فيه تراكم؟ اذا مع السلطات المحليه عاود اضبط البرنامج برزنامه جديده مع التشاور مع المقاولات والتعرف على الخلل، ويجيني تقرير حتى نشوفه اذا كان فيه مساعده باش نعاودوا نشطوا الورشات. لازم تنشط، نظن ما كاش مشكل الغلاف المالي بالنسبه لما هو ما هو في الميدان الان. ما علينا الا المراقبه الميدانيه اللاصقه اليوميه واعطاء تقارير واضحه، وحتى لو تكون مشاكل لازم نواجهوها بوضوح. قدموا الملفات بتقارير واضحه ومضبوطه للسلطات المحليه على راسهم سيد الوالي. احنا من جهتنا اذا كان فيه مساعده خاصه نقوموا بها. طريقه العمل تاعنا بالنسبه للسكن المدعم البي هو حسب تواجد العقار. نظن راه فيه الان عمليه تنقيب، وراه فيه بعض الجيوب العقاريه. ان شاء الله لما تصلنا في اقرب وقت نقدروا نزيدوا نطلعوا في الحصه تاع السكن المدعم اللي هو هام البي القديم. كذلك راه فيه اكثر من 1000 وحده في البرنامج القديم، لازم نصفيه البرنامج القديم ويدخل في البرنامج الجديد بالتعليمات الجديده، بما ان المرسوم راه توقع والتعليمه المشتركه بين وزاره السكن ووزاره الداخليه راهي توقعت، نظن وصلتكم، مروا للتطبيق. اذا نصفوا